السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نهضروا على التخسيس، طريقة ديال التخسيس، أحسن طريقة للتخسيس بإذن الله. هادي غادي تكون واحد السلسلة إن شاء الله، وبقى معنا. إذا ما كنتوش مشارك معنا فشارك معنا في القناة، ديروا لايك، سولوا لنا، طرحوا لنا أسئلة ونجاوبكم إن شاء الله. دايوغ هاد الرسالة هادي لواحد الأخ صديق حبيب في المدينة اللي تنسكن فيها، وشارك معي واحد الفيديو اللي كنت درت شحال هادي، كنت هضرت فيها على الكارسينيا كومبوديا، واحد العشبة، وكنت هضرت عليها وهضرت عليها على التخسيس. ودايوغ ميم هني سولني قال لي راه قلتي شي حاجة على التخسيس، وأنا مبقيتش عاقل على دايوغ. اليوم غادي نهضر على طريقة الاستعمال ديال الكارسينيا كومبوديا. وقبل ما نهضرو بإذن الله رب العالمين، غادي نهضرو أول حاجة على التخسيس. أنا تنفضل لواحد بلاص ما يقول أول حاجة بعداك إلا بغيتو تخسو، إلا بغيتو يعني تقادو الوزن ديالكم، إلا بغيتو الوزن ديالكم يهبط وتوصل داك الوزن اللي بغيتو، أول حاجة أول حاجة أول حاجة بدلو الهضرة ديالكم. اول حاجه حدوا الهدف، اوكي، اشنو بغيتو، ماشي اشنو ما بغيتوش، ماشي انا عندي الكيلوات ما بقيتش باغي، لا، اشنو بغيت انا يا ربي. على الاقل حتى الا طلبتي من الله عز وجل دعاء، طلبوا الدعاء مقاد، يا ربي انا راه تنحس براسي ب 80 كيلو مزيان، ولا ما حد عنده 100 كيلو، 120 كيلو، باغي 80 ولا باغي 60 ولا باغي 50 ولا اي، حدد شحال بغيتي. ومنين تحدد، منين تدعي، لصقها مع العباده، تلصقها مع اش بغيتي دير بها يا ربي، باش تلصقها مع العبادة، باش مازال راه تكون عبادة، يعني حتى داكشي اللي غادي دير غادي يكون في العبادة، غادي يتجازى فيه في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله بإذن الله. هادي الأول، أول حاجة لصقوا مع عبادة، يا ربي باش نقدر نصلي المهم قاد، باش نقدر يا ربي نصلي، وباش نقدر نتكلف بالوليدات، ويا ربي باش نقدر ندير هذا، ونقدر نخدم، ونقدر راه كلشي، العمل عبادة، والتربية عبادة، وكلشي عبادة الحمد لله. هادي هي الأولى، هادي هي الأولى، هادي من إصلاح النية، هذه هي الاولى، بعدا عقدوا النيه، هذه الاولى. الحاجه الثانيه الله يخليكم، غادي ندير واحد القضيه، غنساو داكشي ديال الشعوذه الذاتيه، ديفلوبمون بيرسونيل والتطوير الذاتي، ولا معش داكشي ديال وكيدير النتيجه وبقى معلق فيها، لا ما تعلقش بها، لا، منين دير تعقد النيه وانت عرفتي الهدف ديالك واش بغيتي، طلقو، غادي تخدم بالاسباب، اطلق داكشي رب العالمين، صافي صافي، توكل على الله، سير استاخر ولا سير استاخري وتوكل على الله وبسم الله، وغادي تخدمي بالاسباب يا رب العالمين، وتعرف بان غادي تعمي بالاسباب، وكان ما كاين اي شيء اللي غيوصلك الا الاسباب، فهمتيني، وغادي تكون وغادي ثم تتوكل على الله، وكانك ما كاينش الاسباب، صافي توكل على الله. دونك ما تنتعلقوش، حنا الحمد لله في الاسلام ديالنا علمنا بان ما تنعلقوش قلبنا بالنتيجه، حيت النتيجه بيد الله، تدير السبب وكل شيء بمشيئه الله، وما تشاؤون الا ان شاء الله، تدير هي نعم هذه المشيئه ديالك، ولكن المشيئه ديالك فوق منها راه كاينه المشيئه ديال الله. اذا والاستخاره تعرفوا بالزين في صلاه الاستخاره، انك ما تيبقاش ذاك 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 الصفر ولا الواحد، يعني واش الى واش الى مشيت الى الى غادي نخسر ولا غنربح، كل شيء ربح، كل شيء ربح، لانك تخرج من صلاه الاستخاره وانت متوكل ولا انت متوكله، راه كل شيء ربح. هذه الاولى ومهمة مهمة مهمة، لأن غادي تحيد لك واحد التوتر، وتحيد لك واحد لو ستريس، وما غاديش غادي يزيدك الحرب بالحلم، ماشي الصبر، عمرك ما تسولوا الصبر، تسولوا على الابتلاء، الحلم غادي يزيد لكم، يعني أنكم الحمد لله غادي تبقوا، ما غاديش تبقوا تسناو تسناو، صافي طلقتوها ربي، وغادي تخدموا بالأسباب، وغادي تدوزوا لاكسيون، وبإذن الله رب العالمين، رب الأسباب غادي يدير غير اللي فيه الخير. هذه ما كاين فيها ما فيها شك، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي قل لو اطلعتم على الغيب لو وجدتم ما فعل ربكم خيرا. إذا أول شيء بالنسبة للتخسيس، عقد النية، الهدف، نحدد الهدف ديالي، نعقد النية، نستاخر، ومن بعد ندوز الأسباب. الأسباب إن شاء الله غادي نسمعوها في الفيديو الجاي. مرحبا بكم، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.